السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السميه ديالي طامو. طامو بصح الكنيه. عندي 65 عام اللي في عمري. ودابا المشكل ديالي انا مع الراجل الله يرحم الوالدين، طلقني نهار 23 في شهر 3، ودابا صيفط لي الفراغ باش نخوي الدار، وانا عندي 65 عام فين غنمشي؟ دوزت مع وليدي، دوزت معاه 43 عام، تفنيت مع عمري وشبابي، وخدمت في المخالة، خدمت صبانة، خدمت سياقة في الحمام، طيبة في الحمام، خدمت في المخالات، خدمت في الفيرمات، ما خليت وليدي فين خدمت. الناس كيخدموا كيديروا الذهب ويديروا على شي رجعوا الطكاش والشغل. انا اللي خدمتها كنجيبها فايانس ونجيبها قابس ونجيبها سيما، لا انا ولا الولد ديالي. نعم عاونتو معاونين كاملين. ملي كنت صحيحه، والولد ديالي ما عقلش ولدي على الطفوله ديالو. كيخدم هو مسكين ديك الساعه كيقرا في التاسعه، واللي خدمها مسكين كنقول ليها راها، كيقول يا امي انا بنشري بيكالا بنشري موطور، كنقول لا ولدي ما عقلتش على الطفوله ديالي، قولي لا ولدي احنا بغينا نديرو المحل ديالنا. والمهم وليدي خدمت ردمت تقللت صحتي 6 سنين هذه، ضروني عويناتي، درت العمليه العويناتي، درت لهم العدسه بجوج ونضادر مازال من الفوق، والحمد لله الشكر لله هاني كنشوف بعويناتي. ضروني ركيباتي، شدني الروماتيز فيهم، ما تيش قدرت نخدم ولا نردم ولا نمشي لشي بلاصه ولا نتحرك ولا نتململ. قلت انا ملي درت المحل ديالي الحمد لله المحسنين، واحد الدكتوره هي اللي كتعطيني الدواء ركيباتي، والحمد لله اني كنتمشى. من بعد هادشي كامل التضحيه اللي ضحيتي مع راجلك، شنو المصير ديالك؟ شنو المصير ديالي وليدي؟ بغيت حقي في الدار، ما عنديش فين نمشي. ويلوحني وليدي للزنقه، ما عنديش فين نمشي. كون غا عندي فين نمشي راه ماشي مشكل. واش في هاد السنه وليدي 65 عام نتلحنا للزنقه وضربت على داري تماره والمحنه في الاخر؟ ملي عييت ضروني عويناتي وركيباتي وعييت خلال صحتي، عطلت قلت انا ما كاين مشكل، راني كملت الدار ديالي، جلست ما كاين مشكل. قلت انا المهم السيد مشى جاب مرا اخرى صغيره وبيلو حنينا للزنقه شي 6 سنين هذه، وانا 43 عام وانا معاه هذيك الدار فين غنمشي؟ جات السيده غن من برا بغى يخرجني انا للزنقه، يلوحني للزنقه فين غنمشي انا في هاد السن هذه 65 عام؟ فين غنمشي انا في هاد السن؟ ما تيتقدا نخدم، ما تيتقدا نردم، وما عنديش فين نمشي، هذا هو المشكل. وبغى يلوحني ولدي للزنقه، وين عندي الزوده؟ انا ما عنديش فين نمشي، ما عندي فين حتى واحد عندي الله سبحانه، ما عنديش كوبيتي فين نمشي، والله ما عندي فين نمشي. كنا عندي فين نمشي راه نمشي عمل نحجي، وانا ما تيتقدا نخدم، ما تيتقدا نخلص الماء ولا ضو ولا كرا. ما تحسيتي باش يعني ضحيتي معاه وهادشي كامل؟ هادشي وليدي ضحيت معاه نهار 23، نهار 23 في شهر 3 طلقت. 20 يوم هادي باش جاني لي فراغ، 20 يوم باش جاني لي فراغ. قلت ملي دخل عليا العون القضائي قال لي الوالده راه حنا جنا المعينه، كيفاش كتسمى هادي واش لي فراغ؟ قال لي لي فراغ حنا اللي غنجيبوه. قلت له متى غتجيبوه؟ قال لي ما نقولش لك، حتى تقول لنا المحكمه اللي غنجو حنا اللي غنجو نقول لك اللي فراغ. وفين غنمشي يا ولدي؟ فين غنمشي؟ 43 عام في 5، عطاني 5 مليون في المتعه ديالي، 43 عام وانا معاه 5 مليون اللي عطاني في المتعه ديالي، وثلاث شهر كرا، وكل كرا 16000، على كاين شي كرا ب 16000، وانا في هذا السن 45 عام 65 عام عاد بغيت نمشي انا نخدم، عاد بغيت نخلص الماء ونخلص الضو ونخلص الكرا، ما عنديش قاده وليدي، ما عنديش فين نمشي الا هذاك المحل. كنطالب حقي، حقي في الدار، حقي في هذاك المحل، يعني داري درت عليها تما، انا ما خليت ولدي فين مشيت، ما خليت فين نخدم. تقلل صحتي دابا، نقلل صحتي بغينا حنا للزنقه، فين غنمشي؟ مشينا للشماتريه الله يعفو علينا وعليهم يشردوني، ولا نمشي الحشاك الكلابي ياكلوني لبرا؟ ما عنديش فين نمشي يا ولدي، ما عنديش فين نمشي الا هذاك المكان. وراه ثلاثة طاج كل طاج معزول الباب ديالو، وسطح
فين غنمشي انا ولدي تطلع تاع تفينيتها فين غنمشي؟ رسالتك للناس نعم ولدي رسالتك للناس شنو كطلبي من الناس؟ كنطالب من كنطالب من الله ومن الناس وكنطالب من الله ومن سيدي ربي الحق ديالي في هذاك المحل ما تلاش وليدي انا ما تلاش عندي الصحاب اللي غنخدم ولا فين نمشي ولا فين نجي كنطالب حقي في هذاك في هذيك الدار هذه كنطالب حقي وما عنديش فين نمشي ما عنديش اولدي فين نمشي ما عنديش الا تما يديروا بحث يديروا بحث الا كان عندي فين غنمشي راه هاني ما عنديش اولدي فين نمشي.